بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي وعليكم من نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق السداد. سنتكلم بإذن الله تعالى في هذه الليلة في دقائق معدودة عن نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن، وتكرر ذكر هذا النبي في القرآن في سور وفي مواطن عديدة. سنعرف بإذن الله تعالى شيء مختصر عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. الاسم هو يسمى بموسى عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا الاسم في اللغة العبرية عندما أخذوا هذا الذي كان في اليم موضوع، عندهم في اللغة العربية العبرية أي شيء يؤخذ يقال عنه موسى، يعني مأخوذ من الماء، هذا معنى الاسم، معنى اسم موسى عليه الصلاة والسلام. اسم الأب أبوه عمران، وينتسب إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، بنوه هم يوسف عليه الصلاة والسلام وأخوة يوسف. نعم. اسم أخيه أخو موسى عليه الصلاة والسلام هو هارون عليه الصلاة والسلام. بعث بعد موسى عليه الصلاة والسلام، هو أكبر منه سنا ومات قبله. وهارون عليه الصلاة والسلام لعلنا نفرد له بإذن الله تعالى حلقة خاصة. دائما في القرآن يتقدم ذكر موسى عليه الصلاة والسلام على هارون عليهم الصلاة والسلام، إلا في موضع واحد جاء فيه أن هارون قبل موسى عليهم الصلاة والسلام، رب هارون وموسى. نعم. سبب دخول بني إسرائيل مصر. دخول بني إسرائيل، يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام الذي أدخلهم إلى مصر هو يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما كان على خزائن الأرض ورأى الرؤيا وتحققت، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هم من دخل، وكان لهم يعني مكان ومقام في مصر ومكانة، حتى يعني حصل ما حصل وبدأ الاضطهاد لبني إسرائيل. نعم. اسم خادمه يوشع بن نون، وبعث عليه الصلاة والسلام بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. اسم معلمه معلم موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي معنا أن من أخلاق موسى عليه الصلاة والسلام التواضع، تعلم ورضي أن يكون تلميذا للخضر، وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ومن أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أفضل من الخضر لكن تواضع، ورضي أن يكون تلميذا له. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال أنا طالب علم أعرف آداب طالب العلم وسأتأدب وأنت معلمي. نعم. لقبه وبعض ما اختص به لقب موسى عليه الصلاة والسلام بالكليم، كليم الله، وهذه منقبة جاءت لموسى عليه الصلاة والسلام أنه لم يبعث له ملك مثل جبريل عليه السلام، كان الوحي لموسى عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى مباشرة، كلمه الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة سأل الله يجعلني وياكم منهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ومن أقوى الأدلة وكلمه ربه. نعم. لكن سيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبي هذه الأمة
كرامات كثيرة، بل قال بعض العلماء ومنهم الإمام السيوطي رحمه الله يقول: ما من آية لنبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم له منها حظ ونصيب. نعم، وهو من أولي العزم من الرسل، هو من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ذكر في القرآن في موضعين، في الشورى والأحزاب، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. نعم، قال الحسن البصري رحمه الله: كان مستجاب الدعوة عند الله. نعم، من خصائص موسى عليه الصلاة والسلام أنه مستجاب الدعوة، ويظهر هذا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، خاصة عندما دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون هارون معه في الرسالة، شفع في هارون عليه الصلاة والسلام وقال: هذا أعظم شفاعة في التاريخ. نعم، وهو من المصطفين، قال الله تعالى: وكان عند الله وجيها. نعم، أنه يعني كان الله سبحانه وتعالى اصطفاه وكان له جاه عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي اصطنعه الله لنفسه، قال: واصطنعتك لنفسي. نعم، اسم عدوه، اسم عدوه فرعون، ويقال أنه رمسيس الثاني على قول. نعم، احنا لا ندخل في الخلافات ولا في هذه الأمور. نعم، ووزيره، وزيره هامان. نعم، اسم كتابه، الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام هو التوراة. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: الكتب التي ذكرت لنا في القرآن، نحن نؤمن بجميع الكتب وأن أنزل على كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، نؤمن بجميع الكتب ونؤمن بما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا من أسمائها، فمن أسماء الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام. فيقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: هناك من يقول أن التوراة غير صحف موسى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول لنا شيء واحد. نعم، مولده وموسى عليه الصلاة والسلام يقال أنه نزل عليه كتابين: القرآن الإنجيل وصحف موسى عليه الصلاة والسلام، وبعث إلى أمتين، الأمة الأولى القبط مع فرعون، هذا قبل أن يخرج من مصر، والأمة الثانية هم بنو إسرائيل، وكذلك أنه بعث مع هارون عليه الصلاة والسلام. نعم، مولده ووفاته، ولد عليه الصلاة والسلام في مصر، وكان فرعون يقتل الناس حتى لا يخرج هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن هذا الطاغية فرعون الذي يقتل الناس من أجل موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يربي موسى عليه الصلاة والسلام ويحفظه من الناس. نعم، ويحفظه من القتل. وفاته، توفي عليه الصلاة والسلام في قريبا من الطور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. الأئمة يقولوا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني المكان ما يعلم، ممكن نعرف الجهة أو المدينة أو كذا، لكن مكان قبر لا يعلم إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم، مهنته، مهنة موسى عليه الصلاة والسلام هي الراعي، راعي الغنم، كما أن لكل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مهنة، وأغلبهم كانت مهنتهم كمهنة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه يعني أنه يتربى على الرحمة والشفقة. نعم، والرعاية. نعم، اسم مربيته، ربته آسيا امرأة فرعون. نعم، آياته، وكملها الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء النساء كملهم الله سبحانه وتعالى لأن كل واحدة من هؤلاء اعتنت بنبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فآسيا اعتنت بموسى عليه الصلاة والسلام، ومريم اعتنت
بعيسى عليه الصلاة والسلام، وخديجة بنت خويلد اعتنت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. ثم بعد موت خديجة رضي الله عنها كانت فاطمة رضي الله عنها، حتى يقال عنها أنها أم أبيها. ويضم مع هؤلاء الخمس عائشة رضي الله عنها، نعم، رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم، آيته آيات موسى عليه الصلاة والسلام، نريد أن نقسم الآيات إلى قسمين. هذا في الواقع أن الآيات عند موسى عليه الصلاة والسلام كثيرة. في القسم الأول عندما كان يعني مع في مصر كانت الآيات قرابة 9 على ما ذكر لنا في القرآن، لكن بعد خروج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر الآيات كثيرة جدا. لكن باعتبار الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، فآيات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من آيات موسى عليه الصلاة والسلام. ونحن نريد أن نقارن بين شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. الآيات كثيرة وهنا أكثر في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. الأمة أمة وأتباع موسى عليه الصلاة والسلام كثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. بعض الناس يظن أن يعني اليهود كل اليهود كفار وليس فيهم خير، ولم يؤمن أحد مع موسى عليه الصلاة والسلام. لا، منهم أمة مقتصدة، في منهم المسلم ومنهم نسأل الله السلامة الكافر والمعاند، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، وفي رواية سد الأفق، ومع هذا قال: معهم 70,000 ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. فهذه الأمة تميزت عن بقية الأمم كمية وكيفية، عدد وعمل. نعم، أسأل الله من فضله. مكانه، مكان موسى عليه الصلاة والسلام، ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة. ومن فضائل موسى، من فضل موسى عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، التخفيف في الصلوات المفروضة. قال: ارجع إلى ربك. ولابد أن نتذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، العصا عصا موسى عليه الصلاة والسلام، وصفت أشياء كثيرة كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام، منها العصا. قال: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. نعم، دينه دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دين واحد. ولقد بعثنا، أي والله لقد بعثنا في كل أمة في كل طائفة رسولا. ما هذا البعث؟ أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت. دين الأنبياء واحد عليهم الصلاة والسلام، دينهم الإسلام. فالإسلام دين عام، هذا لكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا يوجد دين اليهودية ودين النصرانية ودين كذا ودين كذا. إن الدين عند الله الإسلام. فلا يقول أحد دين اليهودية دين النصرانية. دين موسى عليه الصلاة والسلام، ودين عيسى عليه الصلاة والسلام، ودين يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام الإسلام، ودلت أدلة كثيرة على هذا. نعم، سبب التسمية باليهود، لماذا سموا بهذا الاسم اليهود؟ على أمرين أو على قولين. قول أنهم يقولوا لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك. هدنا أي رجعنا تبنا، على قول سموا من هذا أنهم يهود لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك، أو أنهم لأنهم ينتسبوا إلى يهوذا ابن يعقوب، وهو من أكبر أبناء يعقوب عليهم السلام. نعم، سياق قصته عليه السلام مع أمه. قصة موسى عليه الصلاة والسلام تكررت في القرآن في ذكر موسى عليه الصلاة والسلام 136 مرة، وذكر في 34 سورة،
أكثر السور التي ذكر فيها موسى عليه الصلاة والسلام الأعراف والقصص وطه. فهذه القصة مهمة جدا. لماذا تكررت في القرآن؟ يعني سبب أن القصة تكررت كثير، قال أمور كثيرة، منها قوة الحجة والآيات والأدلة عند موسى عليه الصلاة والسلام، أدلة 9 أدلة في القسم الأول، يقابل هذا نسأل العافية والسلامة قوة الطغيان والاستكبار والعناد من فرعون طغى. وهذا عبرة لنا أن تتعظ بآية واحدة تتعظ. ولهذا ذكر العلماء دلائل النبوة، لماذا؟ حتى يزداد اليقين عند المؤمن. أيضا من الأمور التي يعني ذكرت لسبب تكرار قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن الشريعة، شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، قريبة من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير يقول ابن سعدي رحمه الله، كثير ما يقرأ الله سبحانه وتعالى بين قصة موسى عليه الصلاة والسلام وبين قصة محمد عليه الصلاة والسلام، الشريعة قريبة. قال أنا أحق الناس بموسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى عليه الصلاة والسلام، وبين كتابيهما وشريعتيهما، لأن كتابيهما أفضل الكتب، وشريعتيهما أكمل الشرائع، ونبوتيهما أعلى النبوات، وأتباعهما أكثر المؤمنين. نعم. سياق قصته عليه السلام مع أمه. السياق القصة مع أم موسى عليه الصلاة والسلام، سياق القصة يقول لم تتكرر، يعني تأتي السياق كامل إلا في موضع واحد، سياق كامل عن قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص. ففي هذه السورة أمرها الله سبحانه وتعالى بأمرين ونهاها عن أمرين وبشرها ببشارتين، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي، هذا الأمر الأول ترضعي. طيب ثم بعد هذا إذا خافت عليه ماذا تصنع؟ تلقي، هذا الأمر الثاني. تمام. ونهاها عن أمرين: لا تخاف ولا تحزن، وبشرها ببشارتين: إنا رادوه إليك، هذه البشارة الأولى، لكن أعظم بشارة: وجاعلوه من المرسلين. مؤمنة آمنت وصدقت بكلام الله سبحانه وتعالى. آياته 9. آياته قلنا الآيات سنقسمها إلى قسمين: القسم الأول كان في مصر، والقسم الثاني بعد أن خرج من مصر. نعم، 9 آيات، منها العصا. ومن الطرائف أن أحد مدعي النبوة جاء إلى أمير من أمراء المؤمنين ودخل عليه وكان معه عصا، مدعي النبوة، وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي كذابون 30. فقال له أمير المؤمنين، قال: من أنت؟ قال: موسى بن عمران. قال: وهذه؟ قال: هذه عصا موسى عليه الصلاة والسلام. قال: ألقها حتى تكون حية. لا تظن أن هؤلاء، يعني أغبياء، لا تظن أن هؤلاء الذين يرسلون لك الرسائل بعضها غير مقصودة، مقصودة لتضليل الأمة. لا تستبع لأي أحد، لا تدخل مواقع مشبوهة. فقال هذا مدعي النبوة لأمير المؤمنين، قال: هذه العصا لا تتحول إلى حية تسعى حتى تقول أنت أنا ربكم الأعلى. فضربه حتى تاب. نعم. اليد ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه الآيات. نعم.
اللسان. نعم، قدر الله سبحانه وتعالى أن لسان موسى عليه الصلاة والسلام ينعقد إذا تكلم مع الناس، قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي، فكان إذا تكلم بالرسالة أو بالنبوة وخاطب فرعون عليه الصلاة والسلام تذهب عنه هذه العقدة. نعم. الطريق في البحر، الله سبحانه وتعالى أنجى موسى عليه الصلاة والسلام، وبعد هذه الآيات عندما جاوز بني إسرائيل البحر مروا على قوم يعبدون آلهة من دون الله، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأخواننا، ليست العبرة أن نسمع فقط القصص، لابد نتعظ نعتبر. نعم. من أوصافه الخلقية، جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولما بلغ أشده، ولما بلغ أشده في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، في موسى عليه الصلاة والسلام كان هناك زيادة، ولما بلغ أشده واستوى. واستوى يعني كمل في الخلقة البشرية، وكانت قوة موسى عليه الصلاة والسلام على ما ذكر من بنت الرجل الصالح صاحب مدين، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه ما تجتمع، نادرا ما تجتمع، ولو اجتمعت في عامل هذا دليل على الكمال البشري. نعم. قال وإني عليه لقوي أمين، قوة. نعم. ولهذا عندما وكز الرجل قضى عليه. نعم. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت ليلة أسري به موسى رجلا آدم طوالا جعدا، يعني أسمر وشعره أجعد عليه الصلاة والسلام، وفيه طول وقوة. لماذا؟ هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه أرسل إلى طاغية، لأنه كان يعني خلقة موسى عليه الصلاة والسلام ضعيفة، قد يبطش به فرعون أقتله. نعم. من أوصافه الخلقية، أوصاف موسى عليه الصلاة والسلام يعني كثيرة جدا، منها الحياء، كان موسى عليه الصلاة والسلام حي، وبني إسرائيل كان يغتسل عراه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يغتسل معهم، وهذا سبب نزول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وضرب العصا على قصة وردت. وفيه أن عندما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، نظر إلى حال هؤلاء، يعني هذه يعني ليست حال أناس عندهم شيء من الغيرة أو شيء من الرجول، فسقى لهما، الغريب يستحي منه، سقى لهما، الأصل أنه يبقى حتى يقول له جزاك الله خير تفضل، ثم تولى إلى الظل، ذهب من حيائه ولا يريد منهم شيء، ذهب مباشرة ودعا الله سبحانه وتعالى، عمل لله مخلصا ثم دعا الله سبحانه وتعالى فجاء الفرج. نعم. الصبر الكثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى عليه الصلاة والسلام بأكثر من هذا فصبر. نعم. سعة العلم، سعة علم موسى عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا. نعم. التوكل على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، عندما قال أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. نعم. الوفاء بالعهد، وفاء بالعهد يعني عندما اتفق مع الرجل الصالح على أن تأجرني 8 حجج فأتم موسى عليه الصلاة والسلام والله أعلم 10. نعم. نصرة المظلوم، نصرة المظلوم في قصتي مع هذا الرجل الذي استنصره. نعم. الغضب إذا انتهكت محارم الله، نعم، فموسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح. نعم. عندما سمع بقصة السامري. نعم. قبول النصيحة، قبول النصيحة
لأنه جاء رجل من أقصى المدينة يسعى ونصح موسى عليه الصلاة والسلام، لم يتكبر وقال أنا نبي أو كذا أو رجل صالح أو كذا. نعم. من خصائص أمته، خصائص أمة موسى عليه الصلاة والسلام، قلنا أنهم يعني كثر ولكن لا يبلغ مقدار أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقرب الشريعة وغيره ذكرنا. سلاه الله عز وجل وبرأه، الله سبحانه وتعالى برأ موسى عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي يعني قالها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال له وكذب موسى، موسى عليه الصلاة والسلام مع هذه الآيات كذب، فأنت إذا كذب هؤلاء اصبر. نعم. وبرأه الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. زواجه عليه السلام، تزوج بامرأة العبد الصالح، لا أحد يقول أن هذا فلان أو نبي أو كذا إلا بدليل، هذا رجل صالح. نعم. ملخص قصته في القرآن، وهذا نختم به والله أعلم. ملخص القصة يعني نقسم حياة موسى عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أقسام: قسم قبل البعثة يعني الولادة والنشأة، وقسم عندما كان في مصر، وقسم بعد الخروج من مصر والوفاة. القسم الأول مع قصته مع أمه، ثم بعد هذا عندما رجع إلى آسيا وقالت إما أن يكون يعني نتبناه أو نجعله خادم من الخدم، ثم بعد هذا نشأ نشأة صالحة وكان يعين المظلوم وكذا، ثم بعد هذا عندما حصل القتل خرج إلى توجه تلقاء مدين ولقي العبد الصالح، وثم اتفق معه على الزواج مقابل الخدمة 10 سنين أو 8، وأتم 10 والله أعلم. ثم بعد هذا في طريق العودة أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى مصر وبدأت الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مصر مع فرعون، ثم بعد هذا الخروج، وعندما خرجوا جاءت القصة مع السامري وقارون، والقصة التي وردت في سورة البقرة وغير هذا من القصص، قصص كثيرة جدا. نعم. لقاؤه بالعبد الصالح الخضر، نعم، لقاؤه بالعبد الصالح عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يلحق بهذا العبد ويتعلم منه عليه الصلاة والسلام. إخواننا يعني الوقت يمشي ولا يكفي أصلا، قصة موسى عليه الصلاة والسلام ذكرت كثيرا، لكن يا إخواننا التنبيه مهم جدا لي ولكم، لا تقرأ لأي أحد ولا تذهب لا لما يقال إسرائيليات ولا غيره ولا يعني مسلسلات أو كذا، ارجع إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى، قصص حق وما ذكر علماء السلف. عندنا مثلا يعني في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعني كتب كثيرة مؤلفة، لماذا نعدل عنها ونأتي إلى بعض الأشياء التي هي غير معروفة أصلا؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.